رجاء رجعت لكم بفيديو جديد، صلوا على النبي. ويلا نبدأ. طبعا رجعت لكم بعد فترة طويلة من الغياب. طبعا كنت أرجع أنزل فيديو وأغيب فترة، وكنت كده يعني هذا خلال الفترة الأخيرة، وكان مو بدون سبب. وفي بعض الفيديوهات قلت لكم الأسباب، إنه أنا كنت أنقل من البيت، وبرضو إنه كانت في ظروف صحية، ظروف خاصة، وظروف يعني أشياء كثيرة، يعني مو سبب واحد إنه خلاني إنه أترك القناة، مو أترك يعني أغيب عنها. وكمان غيرت جوالي، طبعا جوالي الأول كان مرة يعلق وكان أبدا ما يشجعني إني أصور فيه، فهذا الجوال الجديد الحمد لله أنا جبته، وإن شاء الله بإذن الله اني ارجع انزل لكم مقاطع. وادري انه الكل نساني، والكل خلاص ما حد، مع اني ادري انه انتم متابعيني ما تنسوني. المهم انه طبعا هذا الفيديو بدون هدف، بدون هدف كيف يعني، بدون ايش هنا، طبعا قاعد العب باركوري نرفز ليش. طيب لا هنا ولا هنا ولا اروح يعني. لا لا كتير. شوف شوف يعني ذكاء الاذكياء، بس راح يعرفوا يعني مسووا هنا، انه ما راح تتوقع انه من هنا، انه من هنا فايش تمشي كذا. المهم ايش كنت اقول، وش كنت بقول، نستني عيونك هذا. المهم انه جبت جوال جديد باركولي، وطبعا حكي لكم مواقف صارت لي خلال الفترة اللي اختفيت فيها طبعا على اليوتيوب، وعن الاصحاب اللي اعتبرتهم اصحاب طبعا من اليوتيوب اللي تعرفت عليهم، سواء مشاهير سواء من متابعين، لا مو متابعين، مشاهير مو مشاهير يعني يوتيوبر بشكل عام. فأحكي لكم كم موقف صار لي. بس أنا أول شيء إيش قلت، إنه سبب اختفائي إنه كان في ظروف أكثر من سبب، ومو سبب واحد، إنه أنا كنت أنقل البيت، وبعدين جات بعدها ظروف ثانية، ظروف صحية، وبعدين جوالي صار مرة يعلق، كل ما أصور يطلع روحي عشان أبدأ أصور بشيء. فقررت انه الحمد لله يعني اجيب جوال جديد. وبعد ما جبت الجوال الجديد جتني حماس اني ارجع اصور، وانا ما راح اقول انه راح التفاعل راح يرجع اكثر من اول، وانكم انتم راح ترجعوا، لا طبيعي انه التفاعل حتقل، وانه مع الايام ان شاء الله لازم الواحد مع الاستمرارية ايش شو بدك كذا صبر وترتني، مع الاستمرارية يرجع التفاعل. يعني ما هقول لكم انه يلا التفاعل يرجع زي، لا هذا الشيء مستحيل، ما في شيء مستحيل عند الله، بس ان شاء الله باذن الله. وانا ما راح استنى انه التفاعل اذا ما رجع يعني خلاص راح ارجع اختفي، لا طبعا هذا مو سبب اختفائي اللي كانوا يكتبوا كذا او اللي كانوا ايش. خليني من الموقف احكي لكم السبب اني اقول كذا ليش. المهم الموقف الاول كان في يوم من الأيام اتعرفت على يوتيوبر، وهذا اليوتيوبر كانت مشهورة، مو مشهورة هذاك المرة يعني، لا يعني زي عادي، مو زي يعني أقل، بس يعني تعتبر مشهورة في روبلكس. ما راح أقول اسم بدون ذكر أسماء، مستحيل أحد يخمنها، لأنه عندي كثير أصدقاء يوتيوبر من روبلكس، سواء من روبلكس خارج روبلكس، فما راح احدد اسم ولا راح اقرب اي شيء، بس المهم انه صديق، طبعا انا ما قلت بنت او ولد، صديق اوكي. فهذا الصديق احنا تعرفنا على بعض وصرنا اصدقاء، صرنا زملاء بعدين اصدقاء، بعدين صار بيناتنا انه نتقابل ونتكلم وزي كذا، يعني صار بيناتنا عيش وملح زي ما يقولوا. المهم انا الفتره اللي اختفيت فيها اختفيت عن كل الناس، يعني مو بس عنها،
عفوا مو بس عن النوم، المهم انا بتكلم بصيغة بنت. ايوه بنت، ما يصلح انا يعني خلاص مو حقول انه ما حسوي غموض انه بنت. اختفيت عنها بسبب ظروفي طبعا، انه لما صارت لي الظروف ما كان عندي وقت اني ادخل على السوشيال ميديا او ادخل على روبلوكس انه العب، ولا كأنه صار شيء، لا كان عندي ظروف من جد يعني ايش حياتية يعني زي كذا. مهم كيف ادخل عليها يا اخي؟ ليش كذا سوى الغاز؟ المهم احنا قبل ما انا اختفي كنا نتواصل ومرة حلوين سوا، وبعد ما صرت بديت اختفي هي بدأت تختفي. اوكي، فانا ما كنت ابدا ما اعتبرتها مصلحة ابدا، لانه هي ما كانت مصلحة يعني للحين. انا اقول الشيء مو مصلحة بس ما ادري ليش، بس المهم انه يمكن عشان اني انا كده بعت عنها بدون ما اقول لها شيء، حسبتني انا اللي مصلحة. فبعد ما اني انا اختفيت هي صارت تختفي وما صارت تراسلني وما تسأل، مع انه يعني واضح انه ذا واحد اذا يختفي فجأة اكيد عنده ظرف صار له، ما حيختفي من راسه او من مزاجه. وهي ما حتى تعبت نفسها انها تسأل، لانه اي احد سألني انا رديت عليه من اصحابي وإلا هي ما سألت. فمرت شهر، أنا يمكن أكثر كذا يمر فترة كثيرة ما أنزل فيديوهات، ومرت فترة طويلة ما نزلت فيديوهات وما دخلت على الانستغرام، ما دخلت على الواتساب، ما دخلت على أي مكان. فهي إيش سوت؟ صارت تطلع كلام عني بين جروب، في جروب حق يوتيوبر، بين الجروب إنه تطلع كلام عني، تقول انه مسلول اللي هي رجاء، اللي هي رجاء اختفت لانه تفاعلها قل وما صار عندها متابعين، يعني عندها متابعين وتفاعلها قل، فما حد اهتم لكلام هذا. بعد فترة كمان طلعت كلام ثاني عني انه هي قاعد تشتري متابعين فيك، و بعدين اليوتيوبر اكتشفوا ذا الشيء، يعني كلام مرة غبي وكلام أطفال معلش على اللفظ. تقول إنه تشتري متابعين ولما اليوتيوب اكتشف ذا الشيء قفلوا حسابها، يعني ما أدري هذه الكذبة كيف يعني كيف تقولها بدون يعني تخيل إنه إذا أنا سمعت هذا الكلام قبلها بيوم، والله كنت حتى لو إني ما أقدر أسوي فيديو كنت حتى أنزل أي شيء إني أثبت لهم، أثبت لها إنه أنا ما يعني حسابي لسه معي، قناتي معي. فهي كانت تتكلم عني كذا وحاول انها تشوه سمعتي بدون اي سبب. تخيلوا نحن تقابلنا وطلعنا سوا وتمشينا، في النهاية كذا تتكلم عني بدون اي سبب مقنع. وانا طبعا عرفت يلا انا ليش كذا قاعد لما اتكلم والعب ما اركز. انا عرفت هذا الكلام بعد مرور اسبوعين من كلامها. اوكي، يعني انا لهالدرجة ما دخلت اي مكان، يعني ما احد يعني كثير من اللي كانوا بالجروب كانوا يقولون انه صح كلام فلانة انه انت كذا وكذا، فانا ما شفت هذا المحادثة كلها الا بعد اسبوعين من هذا الاشاعة اللي قاعد تقولها. طبعا انا رجعت وشفت انه ذا الكلام انقال عني وا وا وا، فحاولت اني اكلمها لقيت انها هي مبلكتني في كل مكان، مبلكتني ما ادري ليه لانه تعرف انه هي الغلطانة. وبعدين بعد ما حاولت اني اكلمها وما قدرت، فقلت حسبي الله ونعم الوكيل عليها، هي تتفرج هذا الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل عليك، وللحين هي تتكلم عني وانا ما قاعد احاول اني اكلمها. كيفها اكسب اجر من وراها، حسنات من وراها، بس انه ما في اي سبب انها هي تسوي ذا الشيء الا اذا هي تبغى اثارة جدل، تبغى اتنشن عليها ممكن كذا تسوي. بس انا ما اقول انها مصلحة، لانه فعلا انه هي ما كانت مصلحة، صداقتنا ما كانت مصلحة، يعني ما كنا نصور سوا كثير، كنا نلعب سوا، نسولف في السناب، واذا قابلنا مرة مرتين كذا بس، يعني كان يعني صحبات زي كذا يعني صحبات عادي.
ما أقول إن هي البس، لا طبعا ما هي البس ولا شيء، بس إنه كنا صديقات. المهم إنه كان عندك صديقة بتسولف معاها وتقابليها بين فترة وفترة، ما لازم تكون من البس، فجأة تكتشفي إن هي إنسانة خبيثة تتكلم من وراك بدون أي سبب أو أي هدف، بس كذا طفش هبل لعب أطفال. بس إني أنا خليتها خليتها لربنا وحسبي الله ونعم الوكيل عليها. لو هي للحين تتكلم فيني فكيفها؟ في النهاية ما حتستفيد شيء غير انها تبين الناس انها غبية، لانه فعلا من غباء، ولانه اي احد من الناس اللي قاعد تكلمهم ما حد صدقها. يعني لما هي تقولهم كذا واضح ان هي غيرانة، زي كأنها غيرانة، هي ما في شيء يخليها تغار مني، لانه انا ما احسن منها باي شيء ولا هي احسن مني بشيء، بس يعني بكلامها والاشياء اللي قاعد تسويها يبان انها غيرانة، والله أعلم. المهم هذا الموقف الأول اللي صارت لي، يعني اكتشفت فيها طبع الناس، اكتشفت مين الناس، الإنسان الصالح والطالح. وللأسف أغلب الناس اللي تعرفت عليهم في السوشيال ميديا، ما أقول في روبليكس، كانوا طالحين، كانوا أصلحة، إلا من رحم ربي. وفي كثير ناس يعني ما حد يهتم، ما يعني تقريبا ما حد، والله ما حد، بس انه انا ما اهتم برضو. بس انه اقول لكم طبعا الناس كيف صار، انه الناس كيف صارت، ما تقدر ظروفك. اذا انت فعلا عندك ظروف، تمرين بظروف انه ما حد يقدر ظروفك، يطلع اشاعات عنك عشان ايش؟ مقهورين انه انت ليش اختفيتي، او انت ليش ما تكلمينا، او زي كذا. في ناس زي كذا نوعهم، الله يعينهم على نفسهم. وانا اذا ابغى شيء اقدر اسويه، يعني الحمد لله زي انه ارجع انزل فيديوهات احسن من اول، اقدر زي ما اني وصلت القناة ل700 ألف، اقدر اني اوصلها مليون. ما في شيء مستحيل عند اي احد، انت توكلتي على الله، ما في اي شيء مستحيل. بس احيانا الظروف تجبرنا انه احنا يعني ما حياتنا مو بيدنا، حياتنا يعني بيد الله. بس انه حتى انه تفاصيل حياتك، انه قدرك او ايش يصير في يومك، مثلا فجأة يجيك ظرف كذا، يعني الواحد ما يعرف ايش يصير في الدنيا، هو يعني ظروف، الناس عندها ظروف. الواحد اللي يقدر الظروف، انا ما ادري ليش كذا قاعد اتكلج، بس اكلج حتى اتكلم. بس انه من جد الحمد لله على كل شيء. والحين انا يعني سويت اكثر من فيديو، قلت لكم اني انا حرجع انزل فيديوهات وزي كذا. هذاك الايام كان من جد انا كنت ناوي ارجع، بس يعني اخر شيء حصلت ان الجوال صار ما يصور، فانا انتظرت لين ما جبت الجوال ده ورجعت بالمره. يعني جد صدق انه انا احاول قدر الامكان انزل لكم فيديوهات، حتى لو نفسيتي ما تسمح لي. انا احب الشيء اني اصور فيديو ومنتجها وانزل، احب اني العب باركورات، احب اسولف معاكم. يعني اذا انا ما احب ده الشيء ما كان وصلت كذا، ما كان وصلت لهذه المرحله. فانا الشيء اللي انت تحبه تقدر تنجح فيه، فانا نجحت لاني احب ده الشيء. والشيء اللي انا احبه ليش اخليه؟ اذا انا استفيد منه واستمتع منه ليش اخليه؟ إلا الظروف، صح؟ الواحد يفكر كذا، ما يفكر بأشياء سلبية على طول. يعني لا تظلموا، دعاء المظلوم مستجاب. وما أحب أتفلسف كثير، الباركور يعني قاعد أرجع أنا، صراحة ما حقول لكم منين رجعت لكم بأفكار نارية يا خرافية مدري إيش. لا طبعاً انا افكاري قديمة، ما ادري ايش صار في روبليكس جديد، سواء في بروك هافن او في روبليكس بشكل عام، ما اعرف اخر التحديثات ولا شفت. على طول فتحت الباركور وصورت. فانتوا قولوا لي ايش الجديد، انه يمكن اكثر من 3 شهور او شهرين انا كذا اختفي، اكثر والله ما ادري كم، بس المهم انه اختفيت فتره مره طويله.
بصراحة ما عندي أي أفكار غير إني ألعب باركور وأقول قصة، بس أحس إنكم مليتوا من قصصي، وما أدري إيش صراحة الناس صارت تحب تتفرج عليه، بس أنا صراحة حابة أسوي الشيء اللي أنا يعجبني، يعني ما راح أقول ادوني أفكار وأروح أسوي شيء وأنا مو مقتنع فيه، فأنا راح أنزل فيديوهات اللي أنا أحس إني أقدر يعني يعجبني زي كذا، لأنه الشيء اللي أنت يعجبك تقدر تتقن فيه، يعني مو إنه أحد يقول لك شيء وأنت تسويه ما راح كذا، ما راح يعجبك. ما أدري إذا قدرت أوصل لكم المعلومة، بس أتمنى منكم إن أنتوا كمان ما فكرتوا غلط عني إن أنا اعتزلت، أو إنه أنا من جد أشتري متابعين وقناتي تسكر، أو إنه أنا عشان تفاعلي قل اختفيت. لا والله لا، أنا أبدا ما أفكر كذا، لأنه أنا يعني مريت بفترة، يعني أنا هذا مو أول قناة لي، ما أدري إذا أنا قلت لكم هذا الشيء أو لا، بس هذه مو أول قناة لي، يعني أنا كان عندي يمكن 4 قنوات وكان كلها مختلفة، والحمد لله كلها نجحت فيها، يعني مو نجحت فيها زي هذه القناة، هذه أكتر شيء يعني قناة أنا استمرت عليها بس يعني مو أول مرة إني أختفي وأرجع زي كذا، إنه تفاعلي يقل أو تفاعلي يزيد، لا مو أول مرة، كثير صارت لي، وما استسلمت ولا اعتزلت ولا سويت أي شيء دراما، بالعكس كملت، حتى إني رجعت بديت من الصفر، يعني حتى لو القناة تسكر أنا أرجع أبدأ من الصفر، ما في شيء يعني يوقفني إنه إذا أبغى شيء راح أسويه حتى لو مستحيل، لأنه ما في شيء مستحيل. الحمد لله كلنا عندنا هذا القدرة إنه نقدر نسوي شيء، فأنتوا كمان إذا تبغوا عندكم هدف تبغوا تحققوه، إذا فشلتوا مرة مرتين ثلاثة مو معناته هذا النهاية، لا مو بس 3 مرات محاولات وخلاص، لا حاولي 4 5 6 7 8 10 لين ما إيش المحاولة، يعني أعطي نفسك فرصة، ما مو من أول ولا ثاني ولا ثالث فرصة خلاص تستسلمين، لا أعطي نفسك فرصة، لأن نفسك تحتاج فرصة أكثر من فرصة، زي ما أنت تعطي للناس فرصة فأنت أعطي نفسك فرصة، أنا لسه أقول حكم ما أدري. المهم أنا هسكر الفيديو من هنا عشان ما أزعجكم، هذا الموقف، في موقف ثاني صارت لي بس ما أدري إذا ينفع أقولها وما ينفع، لأنه أنا إذا قلتها مرة واضحة فما راح أقولها، أقولها ولا ما أقولها؟ لا ما راح أقولها طبعا لأنه مرة واضحة، بس المهم إنه الناس ما أدري والله إيش أقول، بس إنه صدق إنه الناس يفجعوا، أقول لكم موقف بسيط، وأنا مختفية طبعا، أنا كان عندي صديق كمان من اليوتيوبر، مو روبلوكس اوكي، من اليوتيوبر كنا ان هي كانت تلعب روبلوكس، بس هي مو يوتيوبر روبلوكس، يعني كان عندها محتوى ثاني، فالمهم ان هي كانت تلعب روبلوكس، وفي يوم من ما تبادلنا حسابنا اتوقع، فهي يعني اتوقع هذا اليوم اللي كان قبل ما اختفي باسبوع زي كذا، فانا اختفيت هذاك الوقت، لما رجعت لقيت ان حسابي ما هو راضي يدخلني، بعدين اكتشفت ان البنت حاطة السكين حقها وتلعب بحسابي 2 شهر ولا شهر مدري، داخلة وتلعب وتسولف ومدري ايش، وانا رحت عندها قلت لها انه هذا حسابي عفوا، قالت لي انا حسبتك، تخيلوا ايش قالت لي، انا احصمكم ايش قالت لي، قالت انا حسبتك انك توفيت، يعني هذا موقف بسيط من المواقف اللي صارت لي وقت ما انا اختفيت، أول ما قالت لي كذا يعني على طول طلبت من حياتي، يعني هذا الإنسان يعني إذا من جد أنا أصل لي كذا، يعني تدخلي بحسابه تلعبي ما تخافي أو ما يأنبك ضميرك، ما عندك رحمة، لا حول الله، يعني أنا اكتشفت ناس، يعني الحمد لله صراحة صدق الحمد لله إني أنا اختفيت عشان يعني يطلعوا على حقيقتهم، لأنه إذا استمروا معي أكثر يمكن راح نجرح أكثر فيهم.
لأنه يعني طبيعي أي أحد يكون عنده قناة ومثلا تكون فيها نص مليون، أكيد حيكون عنده يوتيوبر يعني زملاء أو أصحاب أو جروبات، يعني طبيعي. فأنا من هنا كده تعرفت على ناس، كونت صداقة، وأنا عن نياتي والله، يعني من اكتشفت اللي يعني من بين 20، من بين 100، من بين 10 ما في إلا واحد اللي هو تخيل، يعني كلهم كنت أعزهم، من واحد اللي طلع هو الكفو، يعني لهالدرجة. عشان كده ما تعطوا ثقتكم لأي حد، يعني إذا أنت تعرفتي على ناس زي كده جدادي ما تعطيهم الثقة، لا، يريهم الموقف موقفين ثلاثة بعدين وقتها أقرر تعطيهم الثقة ولا لا. أنا سرعت في قراري لأنه أنا حسبت إن الناس على نياتهم، يعني نلعب ونصور ونفرح ونسولف، ليش هذا الخبث وهذا الحقد والكره والغل اللي في قلبكم؟ لا إله إلا الله. المهم علينا، في مواقف كتير صارت لي، لو حابين إني أقولها أكتبوا لي. والفيديو الجاي إن شاء الله راح ينزل قريبا، مو قريبا، مو يعني أسبوع أسبوعين، لا يعني يوم أو يومين بالكثير، ما أدري إيش الجدول اللي أحطها، يعني اللي تناسبكم في المدارس رجعت وبدأت الدراسة، وأنا في الإجازة ما نزلت فيديوهات كثيرة للأسف، ما استغلت ذا الشيء إنه أنزل فيديوهات لأنه وقتها إجازة وكذا، بس يلا مو مشكلة، راح أتعوض بإذن الله. انتوا اكتبوا لي في الكومنت ايش حابين. انا قبل شيء قلت انه انا ما حسوي الشيء اللي يعجب الناس، راح اسوي الشيء اللي يعجبني، بس برضو اكتبوا لي لانه انا حابه اعرف رايكم، وحابه اعرف انتوا ايش تحبوا، يمكن يكون اذواقنا نفس الشيء. يعني مثلا القي تعليق كاتب كذا، يمكن يكون انا في بالي ذا الشيء ونسيته وانت ذكرتني زي كذا. فبرضو اكتبوا تعليقاتكم والفيديوهات الجديده اللي حابه اعملها والمواقف اللي حصلت لي، انا راح اقولها حتى لو ما كتبته، لانه اذا ما قلتها راح انغبن. بس كالعادة نهاية ختامنا، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وهذا كود خصم نون، طبعا كان المفروض انزلها قبل الدراسة، بس يلا لسه الكود فعال لعيونكم، هذا كود خصم نون. وبس أحبكم، باي.